لم ينل أبطال أكتوبر ما يستحقونه من أضواء، ولم تجد قصصهم المستحيلة سوى قلوب المصريين لتحفظها. كانت بطولاتهم ملاحم صامتة في زمن لم يعرف الهاتف الشخصي ولا لغة الترند. هذا عبد العاطي صائد الدبابات، وذلك محمد أفندي رافع العلم. هنا كان الطيار الصامد في أطول معركة جوية في التاريخ بسماء المنصورة، وهنا كان الجندي والمهندس والضابط الذين حموا حائط الصواريخ بأجسادهم. في كل شبر من أراضي سيناء بطل لم تروى قصته بعد، وفي كل قطرة ماء من القناة نصيب من عابر حرر الأرض ولم يعرفه أحد. بعد نحو نصف قرن من النصر المقدس يأتي أكتوبر ليكتب الفرحة الخالدة بلغة الأحفاد، ويستعيد يوميات الفخر والعزة. عبرنا القناة ورفعنا العلم، قواتنا تقاتل الآن فوق سيناء، إسرائيل في ذهول. كانت هذه منشطات الجرائد التي نثرت على المصريين ذرات الفرح، تخاطفتها الأيدي وقت النصر، ووضعها الآباء على الحوائط، وبقيت كلماتها تلهم الأحفاد في زمنهم الجديد.